تمر الذكرى تلو الأخرى، لكن أحداث فض اعتصام ميداني رابع العدوية والنهضة لا تغادر ذاكرة المصريين. ففي هذا اليوم فقد مئات الأبرياء حياتهم فيما انقسم المجتمع المصري على نفسه بشكل غير مسبوق. شهادات عديدة كشفت خلال السنوات التالية أسرار وكواليس القرارات الدموية التي اتخذها وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، والتي ظهر فيما بعد أنها تمت وفق خطة وضعت بدقة وعناية. الجنرال المنقلب بدأ التجهيز لمغامراته الدموية مع اللحظات الأولى لانقلابه على السلطة، حينما سارع باعتقال عشرات القادة المعارضين إلى جانب غلق القنوات المؤيدة للرئيس. لكن الأخطر كان منحه الضوء الأخضر لقوات الجيش والشرطة في فض التجمعات السلمية باستخدام القوة المفرطة، إلى جانب استعانتها بالبلطجية في أماكن عديدة ما أسقط عددا من القتلى والجرحى. لم يكتفي السيسي بذلك، إذ أطلق العنان لأذرعه الإعلامية في التحريض على استهداف المعارضين وقتلهم. انهي موضوع رابع العدوية أيا كانت الخسائر، ما تبصش على المجتمع الدولي، يتحرق المجتمع الدولي. فجر 8 يوليو نفذت قوات الجيش أول مجازرها بحق المعتصمين السلميين، إذ هاجمتهم بلا هوادة أثناء صلاتهم بالقرب من مقر الحرس الجمهوري لتوقع منهم عشرات القتلى والجرحى. كانت المجزرة الأولى تدريباً للقوات على طريقة الفض، وتمهيداً لاستساغة الدماء المصرية وتبريرها لدى مؤيدي السلطة الجديدة. وبينما كان السيسي يمهد الطريق للمجزرة، وقف وحده حجر عثرة أمام الوصول لأي اتفاق يمكن أن يقود لحل الأزمة السياسية، إذ أدرك أن تراجعه خطوة واحدة للخلف قد يعني نهايته، وهو ما دفعه لرفض كافة الوسطاء والمبادرات التي طرحتها أطراف داخلية وخارجية في السعي نحو تجنب المجزرة. وفي الوقت الذي بدا فيه التيار المؤيد للشرعية متمسكاً برؤيته، كانت تصريحات قادته للوسطاء أكثر مرونة، إذ أعلن قبوله تقديم تنازلات تصل إلى حد التراجع عن مطلب عودة مرسي، لكنه في المقابل تمسك بعودة المسار الدستوري وإنهاء الانقلاب العسكري، إلى جانب منحه ضمانات لبدء مرحلة انتقالية جديدة لا يهيمن فيها الجيش على مقدرات البلاد. في المقابل كان السيسي يتحرك بدعم إماراتي لإفشال كافة المبادرات بهدف الوصول لنقطة لا عودة، حيث يقبض وحده على السلطة كي يشرع في تنفيذ خطته الدموية التي سعت لاستئصال جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تمثل أكبر تهديد لنظامه الجديد. يفسر ذلك طلبه الحصول على تفويض لمواجهة الإرهاب الذي كان محتملاً. آخر هذه المبادرات جاءت من مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويليام بيرنز وبرناردو ليون، والتي نجحت في التوصل لاتفاق بناء ثقة كان يقتضي الإفراج عن 2 من القادة السياسيين بجماعة الإخوان، بينهم محمد الكتاتني، مقابل تقليل أعداد المعتصمين في رابعة. لكن ما إن غادر الرجلان القاهرة حتى أعلنت حكومة السيسي فشل المفاوضات وبدأ التجهيز لفض الميدان بالقوة، وهو الأمر الذي أثار غضب شركاء السيسي من التيار المدني، وتسبب لاحقاً في استقالة نائب الرئيس وقتها محمد البراتعي. قلت له دلوقتي القرارات الأمنية اللي بتتاخد طول الوقت دي إحنا كتيار مدني ملناش أي سي فيها، ملناش أي دور فيها، إحنا بنسمع عنها كده في الراديو. فهتعمل ايه لو صحيت الصبح لقيتهم دخلوا فض رابعة؟ قال لي لا طبعا مش ممكن يعملوا كده. قلت له ايه اللي مش ممكن يعملوا كده؟ ما الفاكر الرابعة دي هتخلص ازاي؟ حانت لحظة المذبحة، وانكشفت حقيقة الجنرال المتعطش للدماء حينما انطلق الرصاص من أسلحة القناصة نحو رؤوس المعتصمين وصدورهم العارية دون تفريق بين رجل وامرأة أو طفل وشيخ. ساعات قليلة وامتلأت المستشفى الميداني بالجثث، التي أحصت منظمة Human Rights Watch 817 جثة منها، فيما اعتبر أكبر حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. في المقابل اعترف رئيس الوزراء وقتها حازم الببلاوي بأن عدد الضحايا يقترب من 1000 قتيل. كان العنف أكبر من أن يوصف بالمفرط، وكانت الدماء في كل مكان. لم تنتهي المأساة هنا، إذ أحرقت قوات الأمن عشرات الجثث في الخيام، كما هاجمت المستشفى الميداني مجبرة من تبقى من المعتصمين على ترك المصابين الذين رفضت إسعافهم وفضلت إهمالهم حتى الموت.
كل الدلائل تشير لأن نظام السيسي لم يهدف من وراء فض رابعة لمجرد إخلاء الميدان من المتظاهرين، إذ كان يسهل تحقيق ذلك بأقل القليل من العنف المستخدم، ولكنه أراد أن يصنع حالة من الرعب تستقر في نفوس المصريين بحيث تجعلهم يعيدون التفكير مرات ومرات قبل معارضته بهدف تجنب تكرار سيناريو ثورة يناير مرة أخرى.